مشاهدينا الكرام، لقاء يوم يتجدد من النيل مباشر، قراءة لأبرز الملفات والقضايا. النهارده بإذن الله يكون معنا ملفين. الملف الأول، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى دولة أرمينيا في ثالث محطات جولته الخارجية. الملف الثاني معنا، وبعد هجوم القدس الشرقية مصر بتعرب عن رفضها لكافة العمليات اللي بتستهدف المدنيين وكذلك تحذروا من مخاطر التصعيد. نبدأ مع الملف الأول. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأرمينية بريفان، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. هذه الزيارة بتأتي ضمن جولة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شملت الهند وأعقبتها أذربيجان. نيل الأخبار التقت بالسفير الأرميني في القاهرة كريشا بولاد، وقال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا وصفها بأنها زيارة تاريخية، وأكد على أهمية زيارته للمنطقة خاصة لبريفان. في عام 1992 حصلت أرمينيا على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي السابق، ومنذ ذلك الحين كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال، كما كانت القاهرة أول عاصمة عربية وإفريقية تستضيف سفارة أرمينية. العلاقات المصرية الأرمينية علاقات تاريخية تضرب بجذورها في التاريخ، ويأتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا كريما على أرمينيا ليكون أول رئيس مصري يزور أرمينيا. للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن مجمل العلاقات المصرية الأرمينية وكذلك أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينضم إلي في هذا التسجيل سفير أرمينيا لدى القاهرة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهمية هذه الزيارة سيادة السفير؟ طبعا الزيارة مهمة جدا بشكل عام إلى المنطقة ولأرمينيا. ممكن أنا أوصف الزيارة كزيارة تاريخية، لأنه تعطي الدفعة قوية سوف تعطي الدفعة قوية لعلاقاتنا الثنائية في المستقبل، ويؤشر على مستوى علاقاتنا اللي موجودة حاليا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا. أهم مجالات التعاون بين مصر وأرمينيا؟ مجالات التعاون ممكن نؤشر متعددة، ومنهم في مجال التربية والعلوم، في الزيارة في التكنولوجيات العليا، وطبعا في غير المجلات. وإن شاء الله بعد زيارة فخامة الرئيس يتم التوسيع في كل المجلات تعاوننا. هل هناك اتفاقيات سوف يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيعها خلال هذه الزيارة مع الجانب الأرميني؟ طبعا في خلال الزيارة يتم التوقيع عدة الوثائق في مجلات المتعددة بمعلومات الأقل شيء لعددها 3-4 للوثائق. كيف تنظر الجالية الأرمينية التي تعيش في مصر إلى العلاقات المصرية الأرمينية، خاصة وأن القاهرة قدمت العديد والعديد من التسهيلات لدفع هذه الأطر من التعاون بين البلدين؟ الجالية الأرمينية لديها التاريخ قديم والجزر في مصر. طبعا بعد إبادة الأرمن في إمبراطورية العثمانية وصلت الأرمن إلى مصر، ولكن كانوا الأرمن موجودين في مصر قبل الإبادة، وبتاريخنا معروفة يعني عدة الشخصيات اللي لعبوا الدور المهم جدا في مصر، في تأسيس مصر حتى للتأسيس مصر الحديث. ومنهم ممكن أنا أشير الاسم النبار باشا اللي كان هو أول الرئيس وزراء في مصر، وحاليا بشكل عام أنا ممكن أقول اللي أن الجالية الأرمينية
تلعب الدور الكوبري او تلعب دور الجسر الكبير بين مصر وارمينيا. وانا اريد ان اؤشر كمان الرعايه كامله للسلطات المصريه على جالياتنا في مصر، لانه هن بيعتبروا المواطنين المصريين. وطبعا انا اريد كمان اقول وشدد الرعايه بالخاص لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. سياده السفير كريشا بولاد سفير ارمينيا لدى القاهره، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا جزيلا، بكل سرور احنا ننتظر الى وصول فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا. كذلك اكدت سفيره مصر لدى ارمينيا سريناد سليمان ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارمينيا لها دلالات سياسيه وتهدف ايضا لتطوير العلاقات بين البلدين. أرمينيا هي ثالث محطات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته إلى منطقة آسيا الوسطى. هذه المحطة الهامة تأتي زيارة السيد الرئيس خلالها في وقت هام تمر فيه العلاقات المصرية الأرمينية بالكثير من الطفرات، حيث احتفل البلدان في العام الماضي بمرور 30 عاما على تأسيس هذه العلاقات في عام 1992. للاقتراب بشكل أكثر تفصيلا لفعاليات وأنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى أرمينيا، يسعدنا أن تنضم إلينا في هذا التسجيل السيدة السفيرة سريناد سليمان جميل سفيرة مصر في أرمينيا. برحب بسيادتك فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادتك تدينا نظرة شاملة عن العلاقات المصرية الأرمينية وتطور هذه العلاقات. طبعا كما ذكرت حضرتك العلاقات المصرية الأرمينية علاقات يعني مهمة وتاريخية. مصر أول كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي عام 92، ثم اهتمينا بإنشاء سفارة في أرمينيا، وكذلك السفارة الأرمينية في مصر هي برضو من هذا الوقت. وطبعا دي العلاقات الدبلوماسية. أما العلاقات التاريخية فلها جذور طويلة في التاريخ المصري، ومصر تستضيف جالية أرمينية كبيرة ونعتز بهم ونعتبرهم مصريين، وهم يعني بيعتبروا أنفسهم أنهم أيضا مصريين أرمن. فطبعا العلاقات التاريخية بين البلدين تؤهل لكل التطور الإيجابي المأمول والذي يأتي في إطار الزيارة التاريخية التي سيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا، وهي زيارة أعلنت الرئاسة الأرمينية بأنها طال انتظارها. فطبعا هي أول زيارة للسيد الرئيس المصري إلى أرمينيا، ولها دلالات سياسية ويعني لتنمية العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات. وطبعا مصر بتهتم جدا بإعطاء أرمينيا اللازم من الدورات التدريبية لرفع الكفاءات من خلال وكالة التنمية، وفي حاليا في يعني من وزارة الخارجية الأرمينية في شخصين في مصر يتدربوا في المعهد الدبلوماسي. وطبعا احنا بنهتم بتبادل يعني الخبرات وزيادة التعاون مع أرمينيا. وطبعا غنية عن الذكر بأن هذه الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستفتح المجالات أمام المزيد من التعاون بين البلدين وبين الشعبين. أكيد يا فندم، أحد أهم جوانب هذه العلاقات هو العلاقات الاقتصادية. لو سيادتك تدينا تفاصيل عن التعاون الاقتصادي ما بين البلدين، خاصة أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتسهيل دخول السائحين الأرمنيين إلى البلاد، تسيير خط مباشر بين شرم الشيخ والقاهرة. كل هذه الجوانب التي تدفع باتجاه دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، اللي بالتأكيد زيارة السيد الرئيس إلى أرمينيا ستضيف بعدا جديدا لها.
تمام. هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت، العلاقات الاقتصادية علاقات هامة، فهناك عدد 105,000 سائح زاروا شرم الشيخ والغردقة العام الماضي من السائحين الأرمن، وكان تيسير الخطوط المباشرة ما بين العاصمة يرفان وما بين الغردقة أو شرم الشيخ له طبعا أثر كبير في تدفق السائحين الذين يستمتعوا بالضيافة المصرية ويستمتعوا بجمال الشواطئ المصرية. فطبعا الجانب الأرميني أيضا اتخذ خطوات هامة لتسهيل الحصول على التأشيرة من أرمينيا عن طريق التأشيرة الإلكترونية، بحيث أيضا يتدفق السائحين المصريين إلى أرمينيا للتعرف على جمال هذه البلد. الجوانب الأخرى يا فندم من التعاون الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بحركة الاستثمارات المتبادلة أو حركة التجارة البينية يا فندم. هو طبعا المأمول من هذه الزيارة الهامة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنشيط كافة المجالات من التعاون بين البلدين، وطبعا ستعطي هذه الزيارة التاريخية دفعة كبيرة لهذه المجالات من التعاون. السيدة السفيرة سيريناد سليمان جميل، سفيرة مصر لدى أرمينيا، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. أشكر حضرتك. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأزرق إلهام علييف في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة باكو. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. أشاد الرئيس علييف في هذا الصدد بالمسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر. المباحثات تطرقت كذلك لمختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيس الأزهري في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي. تقدم أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المحادثات بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأزهرية في طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. عقب المباحثات شهد الرئيسان توقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة والموارد المائية، وبين كمان وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية. كانت مراسم استقبال رسمية أقيمت صباح اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة الأذرية باكو، وخلال استقبال الرئيس إلهام علييف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أذربيجان. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى أذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلي الشركات الأذرية
والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في عدد من المجالات، وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين. بالواقع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الايام القليله الماضيه وزياراته المتواليه لعدد من الدول اللي بتمثل حقيقه ثقل سياسي في او ثقل اقتصادي ايضا في مختلف المناحي له العديد من الدلالات. دعونا نقترب اكثر من هذا الملف. بينضم الينا هاتفيا استاذ دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه. دكتور احمد بعد التحيه نبدا من هذه الزياره الاخيره الى ارمينيا، كيف تقرا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارمينيا ومن قبلها اذربيجان؟ تحياتي لك أستاذة كريمة ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار الكرام. في الواقع أن هذه الزيارة هي بتعكس دلالة وفلسفة السياسة الخارجية المصرية في الانفتاح على كل التجارب التنموية، سواء يعني التجارب التنموية الكبرى والاقتصادات الكبرى مثل الهند والصين واليابان أو ما نعتبره الاقتصادات الناشئة والمتوسطة والتي تمثلها بالطبع دولة أذربيجان وأرمينيا. وهذه التجارب التنموية حقيقة هي تمثل أهمية كبيرة وتعكس أن هناك قواسم مشتركة مع حتى الاقتصاد المصري، لأن هذه الدول أيضا حققت معدلات نمو مهمة خلال الفترة الأخيرة. ونحن يعني نعرف أن أذربيجان وأرمينيا كانتا جمهوريتين تابعتين للاتحاد السوفيتي السابق، وبعد التفكك في بداية التسعينات استقلتا وحولتا على المستوى الاقتصادي من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد الحر. وبالتالي هناك مزايا نسبية مهمة يمكن ان تقدمهما هاتين الدولتين للاقتصاد المصري. ايضا في المقابل مصر لديها العديد من الفرص والمزايا النسبيه لكلا البلدين. هي طبعا تاتي اول زياره لرئيس مصري لكلا البلدين بتعكس حقيقه ما توليه مصر والسياسه المصريه والرئيس السيسي في ما نعتبره الاستداره شرقا او التوازن شرقا، وفتح دائره والتركيز وتفعيل دائره مهمه ربما كانت غائبة عن دوائر السياسة الخارجية في العهود السابقة وهي وسط آسيا، ومع هذه الدول التي لديها نقاط مهمة يمكن تعزيز وفتح آفاق للتعاون. نعم. يعني دكتور احمد زي ما حضرتك قلت هو امتداد لعلاقات اكثر توسعا واكثر تشعبا مع دول وجهات يعني غير العلاقات المعتاده او التقليديه، يعني بنتكلم عن اول زياره لرئيس مصري الى ارمينيا، كمان اول ما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه مع المسؤولين السياسيين في اذربيجان كان مع خبراء اقتصاديين ورجال اعمال وممثلين من شركات مختلفه، هل هذا يعني ويوضح ان الاجنده المصريه في التوجه في علاقتها واعاده توجيه علاقتها لهذه الدول تحديدا يعني تنصرم او تتوجه بشكل كبير باتجاه الاقتصاد؟ يعني استاذه كريمه دائما في اجنده السياسه الخارجيه المصريه او فلسفه هذه السياسه هو الارتباط بين الاقتصاد والسياسه وما نسميه فلسفه التنميه او دبلوماسيه التنميه. بمعنى اخر ان الرئيس السيسي دائما يوظف علاقات مصر الخارجيه، علاقات مصر والسياسه الخارجيه الرشيده القويه مع كافه دول العالم في تعزيز التنميه في الداخل، في فتح افاق امام السلع والمنتجات المصريه في الاسواق الخارجيه، وايضا جذب الاستثمارات الاجنبيه. ولذلك جزء اساسي دائما تلاحظ الموضوع من اجنده الرئيس السيسي دائما الالتقاء بكبريات الشركات الاقتصاديه ورجال الاعمال وعالم المال، كما راينا في حتى في جولات في اوروبا في امريكا في اسيا ايضا في الهند يعني قبل ايام قليله. بتعكس حقيقه ان الرئيس السيسي بيوظف هذه الزيارات وهذا السياسه الخارجيه لعرض ما تحتويه مصر او ما تتضمنه مصر من فرص مهمة جاذبة للاستثمار خاصة في المشروعات الحكومية العملاقة في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التي تمثل بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الخارجية ومنها بالطبع الاستثمارات الأزهرية والأرمنية وأيضا قبلها الهندية، والتي بتؤكد دائما أن هناك مصر تمثل كل مقومات الانطلاق الاقتصادي سواء برنامج الإصلاح الاقتصادي واقتصاد قوي وأيضا فيما يتعلق ببنية أساسية قوية، أيضا فيما يتعلق ب قال ان مصر تعد سوق مهمه ودوله مفتاحيه في الشرق الاوسط، وهذه الدول حقيقه حريصه على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع مصر و
وارتقاء مستوى العلاقات التجاريه التي حقيقه نقول انها لا تتناسب حاليا مع حجم الفرص الواعده، مع حجم العلاقات السياسيه القويه والممتازه بين الجانبين. وهذا حقيقه ما يفسر لنا هذه الحفاوه الكبيره من جانب الدول الثلاث، خاصه من اذربيجان وارمينيا وقبلها الهند لزياره الرئيس السيسي وبناء شراكات قويه مع مصر. دائما ما يتم النظر للزيارات اللي بتقوم بها القيادات السياسيه في الدول انها بتختزل مسافات وبتختزل العديد من الاجراءات، خاصه في حاله الرغبه في التقارب الاقتصادي. الى اي مدى تتفق مع هذا الراي من خلال زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي والاجنده المصريه المتجهه لتعزيز العلاقات الاقتصاديه مع هذه الدول اللي بتمثل قوه الحقيقه اقتصاديه لا يستهان بها؟ يعني بالطبع هذين ايضا اتفق مع هذا الامر، ان دبلوماسيه القمم هي تمثل يعني اختراق مباشر وتقريب المسافات وعرض الفرص وتفعيل وتعزيز التعاون بين البلدان المختلفه بين مصر وهذه الدول. لماذا؟ لان الاراده السياسيه موجوده، والاراده السياسيه ممثله في رئيس الدوله الذي يذهب بنفسه الى هذه الدول ويتحدث مع السياسيين والاقتصاديين وغيرهم في عرض الفرص الاقتصاديه، ايضا في البحث عن والتنقيب عن المجالات والفرص التي يمكن استغلالها في هذه العلاقات وتطويرها والبناء عليها بالطبع في مصلحة الشعبين أو شعوب هذه الدول، ومنها بالطبع الشعب المصري، لأن في نهاية المطاف يعني فتح خطوط جديدة للاقتصاد، جذب استثمارات، تعني توفير فرص عمل، تعني تعزيز التنمية في الداخل، تعني أيضا تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وهذا هو الهدف النهائي من هذه الزيارات ومن هذه من التنمية، باعتبار أن الإنسان هو الغاية و من التنمية والهدف منها. وبالتالي هذه الزيارة تبحث عن ما تمتلكه أذربيجان أرمينيا من مجال طبية يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري. أرمينيا أذربيجان لديها مجال طبية في مجال التعدين والمعادن النادرة، في مجال الزراعة، في مجال الطاقة، الطاقة المجددة، في مجالات عديدة حقيقة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لتعزيز هذا التعاون التجاري. هناك إطار مؤسسي يحكم العلاقات الاقتصادية من خلال الاتفاقات العديدة التي تم وقعها من قبل بين مصر وأرمينيا. على سبيل المثال هناك اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية، هناك اتفاقات في مجالات عديدة ليست فقط في الجانب الاقتصادي ولكن أيضا في الجانب التعليمي، الجانب الثقافي، الجانب الأمني، هناك يعني بروتوكولات معينة. أنا كنت عايزة أتكلم تحديدا عن يمكن آفاق هذه العلاقات، يعني بنتكلم عن زيارة أرمينيا وأذربيجان ومعروف طبعا علاقتهم القوية بروسيا، شايف إزاي شكل هذه العلاقات ومدلول ذلك على العلاقات المصرية الروسية؟ يعني في الواقع أستاذة كريمة أن السياسة الخارجية المصرية الرشيدة القائمة على الحياد الإيجابي، القائمة على عدم الدخول في استقطابات، القائمة على فتح آفاق للتعاون الاقتصادي في إطار معادلة الكل رابح رابح في هذا التعاون. بهذا السياق فإن السياسة المصرية والانفتاح المصري على الدائرة الآسيوية خاصة جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق تلقى بدعم وتقدير كبير من جانب روسيا التي يعني لديها تأثير ونفوذ في هذه المنطقة، انطلاقا من أن أي تعاون اقتصادي وأي وتعزيز التبادل التجاري وفي نهاية المطاف سيرفع من مستوى التنمية والازدهار، وبالتالي يكون له تداعيات سياسية في استقرار وتحقيق الأمن والاستقرار، وبالتالي مواجهة بيئات العنف والتطرف وغيرها من بيئات التنمية. وبالتالي هناك تقدير مصر هي علاقات قوية مع كل الدول سواء روسيا أو كل الدول حقيقة، الهند، أذربيجان، أرمينيا وغيرها من دول وجمهوريات آسيا الوسطى، وكلها حقيقة بتعكس هناك تقدير كبير من هذه السياسة المصرية. لماذا؟ لأن السياسة المصرية تقوم على تعزيز مفهوم العمل التعاون الدولي، على تعزيز الازدهار للجميع، على بناء فرص وتحقيق الاستقرار السياسي، احترام سيادة الدول، تعزيز تغليب القانون الدولي للمملكة المتحدة، كل هذا أكسب السياسة المصرية المصداقية، وبالتالي جعلها محل تقدير من كافة الدول، القوى الكبرى منها والمتوسطة والقوى الصغرى. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا يا فندم على هذه المعلومات. الحقيقة أن هذه الزيارة بالتأكيد لها مدلول كبير، كان بدأ هذه الدلالات كانت بدأت واضحة بشكل كبير في الاستقبال والحفاوة الخاصة سواء على صعيد استقبال سواء كنا في الهند أو بنتكلم عن أذربيجان أو النهاردة بنتكلم أيضا عن أرمينيا. خلونا نتعرف أكتر على أجواء هذه الزيارة من خلال موفد النيل الزميل علاء رشوان. علاء بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك وقراءتك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الاستقبال الحافل للدول الثلاث الهند وأذربيجان وأرمينيا. الاستقبال بدأ حتى بداية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة
الأرمينية يريفان، وهي التي تأتي كأول زيارة لرئيس مصري إلى أرمينيا منذ تأسيس ونشأة العلاقات المصرية الأرمينية في عام 1992. بالأمس مساء صدر بيان من الرئاسة الأرمينية يرحب بزيارة السيد الرئيس إلى أرمينيا ويصفها بأنها زيارة تاريخية طال انتظارها على حد تعبير البيان الرئاسي الأرميني. العلاقات المصرية الأرمينية شهدت طوال الفترات السابقة منذ تأسيس ونشأة العلاقات السياسية والدبلوماسية المجيد من الطفرات على كافة الأصعدة، ليس فقط على الصعيد السياسي وإنما على الصعيد الاقتصادي وأيضا على صعيد التواصل الاجتماعي عبر جالية أرمينية تعيش في مصر تناهز 10,000 أرميني يعيشون منذ عشرات السنين في مصر ويحظون بكل الترحيب والدعم من مصر حكومة وقيادة وشعب. نعم. أيضا هناك العديد من دوائر التفاعل والتعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذا ما علمنا أن أرمينيا أحد أهم أعضاء التحالف الاقتصادي الأوراسي الذي يضم إلى جانب أرمينيا كل من روسيا وبيلاروسيا وقرغستان وكازاخستان. حجم الناتج المحلي لهذه الدول المجتمعة داخل الاتحاد الأوراسي يناهز 32 تريليون دولار. حجم التبادل التجاري بين مصر وهذا التجمع من الدول يناهز أيضا 4.5 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح بقوة إذا ما علمنا أن مفاوضات انضمام مصر لهذا التكتل قد انتهت بالجولة الرابعة التي عقدت في يونيو من عام 2021. يبقى فقط بعض الاتفاقات الإطارية المكملة لهذا الاتفاق ليضمن لانضمام مصر لأحد أهم التكتلات في منطقة وسط آسيا، ما يتيح نفاذ الصادرات والمنتجات المصرية إلى أكثر من مليار نسمة في وسط وشمال آسيا، في شمال وغرب أوروبا. أيضا يتيح نفاذ صادرات هذه الدول إلى المنطقة العربية وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر اتفاقات تربط مصر مع هذه الدول، اتفاقات للتجارة الحرة التكميلية أو التفضيلية. أيضا هذه العلاقات الاقتصادية ستكون محور مهم لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر وأرمينيا يربطهما لجنة وزارية مشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في الجانبين، تجتمع كل فترة لضمان تيسير كل الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، واستثمار كل الإمكانات البشرية والفنية والاقتصادية في مصر لمزيد من هذا التعاون الاقتصادي. صندوق الدعم الفني لدول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية لم يتوانى أيضا عن تقديم المساعدات الفنية والتقنية وربما المالية للكوادر والقدرات الأرمينية منذ سنوات. هناك عدد كبير من مجالات التعاون تتم عبر هذا الصندوق يضمن مزيد من الدعم المصري المقدم على كل الأصعدة الفنية والتقنية وأيضا الدبلوماسية والسياسية وغيرها من أوجه التعاون طوال السنوات الماضية. من أحد أهم جوانب العلاقات المصرية الأرمينية بلا شك الجالية الكبيرة التي تعيش في مصر والتي لها إسهامات كبيرة وتمثل جسرا للتواصل بين القاهرة ويريفان. أيضا خلال هذه الزيارة سوف تكون هناك عدد من اللقاءات التي سوف يعقدها السيد الرئيس خلال إقامته بيريفان. من المنتظر غدا أن يتم استقبال السيد الرئيس بالقصر الرئاسي، حيث تعقد قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأرميني في قصر الرئاسة بأرمينيا. قمة ثنائية تتناول استعراض مجمل العلاقات المصرية الأرمينية وسبل دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة. الرئيسان سوف يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات مثل مجالات الشباب والرياضة، مثل مجالات التكنولوجيا والدعم الفني، أيضا مجالات اقتصادية هامة للجانبين استثمارا للتقارب الشديد الذي شهدته هذه العلاقات طوال السنوات الماضية وتحديدا طوال الخمس أو الست سنوات السابقة التي شهدت مزيد من التنسيق والتشاور بين القاهرة ويريفان على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد السياسي في كل ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. أحد أهم هذه القضايا التي تشترك فيها القاهرة ويريفان هي قضية التغيرات المناخية
الصحية الحادة وأيضا قضايا البيئة. مصر ترأست الدورة السابقة لقمة المناخ العالمية COP27. أرمينيا أحد أهم الدول في منطقة شرق ووسط آسيا تهتم كثيرا بهذه القضايا. كان هناك ولا زال تنسيق وتشاور بين القيادتين السياسيتين في البلدين في كل المحافل الدولية حول هذه القضية تحديدا. أيضا هناك قضايا مثل قضايا السلم والأمن في منطقة وسط آسيا، فإذا ما استتب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة سوف تكون هناك يعني منفعة مباشرة لمصر لضمان يعني مزيد من التعاون الاقتصادي الذي يسمح بنفاذ المنتجات والصادرات المصرية إلى هذه المنطقة تحديدا، وأيضا ضمان أن يكون هناك تعاون مباشر بين مصر وأرمينيا حيال العديد من القضايا التي تهم البلدين، ليس فقط حالة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ولكن حالة الأمن والاستقرار بشكل عام في العالم، لما يضمن بتحقيق المصالح للبلدين الصديقين والشعبين الصديقين. نعم، على رشوان مفد النيل، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. بالتأكيد سنبقى معك على تواصل دائم لهذه التغطية لزيارة السيد الرئيس إلى أرمينيا. شكرا جزيلا لك. تطورات الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة الحقيقة بتتسارع بشكل كبير. أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم اللي شهدته القدس الشرقية أمس وأودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عدد من الإصابات، وأكدت إدانتها لكافة العمليات اللي بتستهدف طبعا مدنيين. حذرت مصر بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وطلبت بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، وذلك لتجنب الانزلاق لحلقة مفرغة من العنف اللي بيزيد الوضع السياسي والإنساني تأزما وبيقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء السلام. أصيب شخصان بجروح أثر إطلاق نار قرب مدينة القدس القديمة، وصفه متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي بأنه عمل إرهابي. بيأتي ذلك بعد ساعات على قيام فلسطيني بإطلاق النار أمام كنيسة في القدس الشرقية ليلة الجمعة ما أدى لمقتل 7. من جهة أخرى أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 42 شخص غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيسة بالقدس الشرقية المحتلة. حان المشهد زي ما قلنا بيتصاعد بشكل كبير. خلونا نقترب اكثر. بينضم الينا هاتفيا دكتور حامد فارس المتخصص والخبير في العلاقات الدوليه والعربيه. دكتور حامد، بعد التحيه، يعني هذا التصاعد واللي بيصاحبه مجموعه من التحذيرات من ان هذا الامر سيؤدي لدائره مفرغه من العنف وتصعيد يعني لا تحمد او لا يحمد عقباه، يعني برايك يعني ما السبب المباشر وراء هذا التصعيد بين الحين والحين؟ يعني تفاجئنا بعض العمليات اللي بتحدث تحديدا طبعا في القدس وفي محيط المسجد الأقصى، بناء عليها بيكون في المزيد من التصعيد. اهلا بيك يا استاذه كريمه، واهلا بالساده مشاهدي قناه النيل الاخبار. طبعا حاله التصعيد وحاله الصراع الدائر بين الفلسطينيين والاسرائيليين على واقع الارض لم يكن الا نتاج لما حدث من حكومة نتنياهو. هذه الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات التي جعلت هناك ضغطا حقيقيا أدى إلى انفجار الأوضاع بهذا الشكل. لابد من أن يكون هناك ضبط للنفس والعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات، خاصة أن الأوضاع في فلسطين بمثل هذا الشكل سيكون هناك تصعيدا خطيرا في الفترة القادمة في ظل ما نشاهده من عمليات في جنين ثم بعدها عملية نوعية أخرى في القدس المحتلة واليوم عملية جديدة، وهذا ينذر أن ما يحدث في فلسطين هو بداية لتصعيد خطير سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدولي وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط. وجود حكومة متطرفة بهذا الشكل وانتماء بعض الوزراء إلى هذه الحكومة أدى إلى تأجيج الأوضاع بشكل كبير في ظل اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل هذه الحكومة المتطرفة التي بها يعني أكثر من وزير اتخذ الكثير من الإجراءات التي قوضت وضغطت على الشعب الفلسطيني، سواء بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اللي قام باقتحام
أقصى الشريف ويسعى إلى تهويب القدس، وأيضا لا يؤمن بمبدأ حل الدولتين، ومجموعة من العقوبات من قبل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعني قدرت بمبلغ 39 مليون دولار وخصمها من أموال السلطة الفلسطينية. ثم بعد ذلك اقتحامات متتالية لجنين سقط فيها الكثير من الشهداء، وهذا ما أدى إلى أن يكون هناك رد فعل من قبل الفلسطينيين على هذه العملية التي تمت من قبل الجانب الإسرائيلي. إذن كيف تقرأ التصعيد من جانب إسرائيل؟ يعني قوات الاحتلال سرعان ما قامت بعمليات مداهمات سواء لمنزل مرتكب الحادث اليوم هو طفل 13 من عمره، أو بالأمس من قام بالعمل في الكنيس واستهداف عدد من الإسرائيليين، طبعا قاموا بمداهمة بيوتهم وحتى مداهمة سرادق عزاء لأحد الشهداء واعتقال عدد من الشباب. هذا التصعيد بترد أو تتوقع أن هترد عليه حركات المقاومة الفلسطينية وده هيدخلنا في دائرة عنف أكبر؟ كلام حضرتك سليم جدا، لأن هذا هو المتوقع في الفترة القادمة في ظل أن الكابينت يعني سيجتمع وسيقول كلمته من أنه يريد أن يزود المستوطنين اليهود بالأسلحة ويمنحهم تراخيص لحمل الأسلحة، هذه جزئية. والجزئية الأخرى يوسع دائرة الاشتباه ويتخذ الكثير من الإجراءات الأمنية التي ستشكل ضغطا حقيقيا على أشقائنا في فلسطين، وبالتالي هذه الأمور إن اتخذت وتم يعني تسليح المستوطنين فهو دلالة واضحة على ضعف القدرة الأمنية للدولة الإسرائيلية، وأيضا سيؤدي إلى تأجيج ووجود مواجهات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على ساحة الأرض وسيسيل الكثير من الدماء، وهو ما لا نريده. وبالتالي على حكومة نتنياهو أن تراجع نفسها وأن تتخذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها ترطيب وتلطيف الأجواء والعمل على الوصول إلى تفاهمات تكون هي الحاكمة في المشهد القادم. نتمنى الخير طبعا لإخواتنا في فلسطين، ويعني ألا يدخلوا في المزيد من العنف. جزيل الشكر لحضرتك دكتور حامد فارس المتخصص في الشؤون العربية والدولية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، غدا بإذن الله فريق عمل جديد ومتابعة جديدة لأبرز الملفات من خلال النيل مباشر على رأس الساعة ملتقانا السياسي. دمتم في أمان الله.